لا يزال الحديث متجددا عن محن العلماء ومع محنة جيدة من محن العلماء في القرن التاسع الهجري ومع محنة الإمام تقي الدين الشمني عليه رحمة الله تعالى. فمن هو ومتى ولد وكيف نشأ وما هي مؤلفاته ومتى امتحن الإمام ومتى توفي عليه رحمة الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أما عن اسمه ومولده فهو الإمام العلامة المحدث النحوي المفسر الفقيه الزاهد الورع أبو العباس أحمد بن محمد بن التقي التميمي الداري القسطنطيني الأصل المالكي ثم الحنفي، يعرف بالشموني نسبة إلى قرية في بلاد المغرب عليه رحمة الله تعالى. ولد سنة 81 للهجرة في الإسكندرية في مصر، ثم قدم القاهرة تفقه على يد أبيه العلامة محمد التقي على مذهب الإمام مالك، ثم بعد ذلك تحول إلى المذهب الحنفي، وأخذ جل العلوم عن الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى، ولازم جميع دروسه. الإمام هذا اعتنى به والده في صغره، فأسمعه الكثير على كثير من علماء عصره مثل الشيخ التقي الزبيري، وكذلك أجاز له سراج البلقيني، وكذلك أيضا الزين العراقي والهيثمي والدميري والإمام المراغي وغيرهم كثير من أهل العلم. وخرج له شمس الدين السخاوي مشيخة وحدث بهذه المشيخة وبغيرها. وأيضا الإمام السيوطي أخرج له جزءا في الحديث المسلسل بالنحاة، وحدث الإمام السيوطي أيضا بهذا الجزء. فهو إمام علامة منقطع القرين سريع الإدراك، أقرأ التفسير والحديث والفقه والعربية والمعاني والبيان وغيرها، انتفع به الجم الغفير تزاحموا عليه وافتخروا بالأخذ عنه مع الخير والعفة والتواضع وحسن الشكل والأبهة والانجماع عن بني الدنيا. أقام بالجمالية مدة، ثم بعد ذلك ولي المشيخة والخطابة بتربة قيد باهم بقرب الجبل، وكذلك مشيخة إحدى المدارس هناك. طولب للقضاء الحنفية بالقاهرة سنة 68 و800، فامتنع من ذلك. الإمام السخاوي قال واستمر يدأب في الفضائل حتى اشتهر وتصدى للإقراء، وكان إماما عالما علامة متفننا سنيا متين الديانة زاهدا عفيفا متواضعا متوددا صبورا حسن السمت منقطع القرين سريع الإدراك قوي الحافظة ممتع المحاضرة جيد الكتابة فصيحا رائق العبارة قادرا على التعبير على مراده بعبارات متنوعة في نثر حسن، له نظم مع الشهامة وحسن وبشاشة الوجه ومحبة الحديث وآله، وحطه على الاتحادية ممن زاغ ممن ينسب إلى التصوف وتقلله من الدنيا، ولم يكن يحابب في دين الله أحد، وقد عم النفع به حتى بقي جل الفضائل في سائر المذاهب من أهل مصر مع من تلاميذه. اشتدت الرغبة في الأخذ عنه تزاحموا عليه هرعوا إليه صباحا ومساء، وبالجملة فهو كلمة إجماع لم يتدنس بما يحط من قدره بل راعى لمنصب العلم حقه. أما عن مؤلفات الإمام الشمني فلم تكن كثيرة، غلب على مؤلفات الإمام الشمني طابع الشرح والتحشية، وأشهرها بلا ريب شرح مغني اللبيب، واسمه المنصف من الكلام على مغني بن هشام. وذكر الإمام الشمني في مقدمة أنه اطلع على عند إقراء لكتاب المغني ما على ما كتبه ابن الصائغ في الرد على ابن هشام في حاشية المسمى تنزيه السلف عن تمويه الخلف، وما كتبه غيره في متعقبا ابن هشام. فالشموني ألف أن هذه الشروح مملوءة بالاعتراضات، فسأله بعض الأصحاب أن يقيد بكتاب يضم إليه حل الشواهد والأبيات ما لم يشرح في كتاب ابن هشام وغيره، فألف هذا الكتاب العظيم الذي انتفع به كثير من الناس حتى زماننا هذا، انتفعوا بكتاب الإمام الشمني على كتاب الإمام ابن هشام عليه رحمة الله تعالى. لو أيضا كتاب في حاشية على كتاب الشفاء القاضي عياض وأسماه هذه الخفى عن أسباب عن ألفاظ الشفاء، ولو أيضا شرح متوسط على كتاب ابن مسعود الحنفي اسمه كمال الدراية، وغير ذلك من المصنفات التي كتبها الشيخ وألفها، أسأل الله أن يرحمه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. والمحن التي امتحن بها الإمام عليه رحمة الله جرى للشيخ تقي الدين محنتان،
المحنة الأولى أرسل السلطان كاتب سره يعرض على الإمام الشيخ منصب القضاء، فامتنع أشد الامتناع من ذلك، فأرسل إليه السلطان أنه سيقدم عليه ليطلب منه هو بنفسه ذلك، فاختفى أشهر فلم يعلم له مكان، حتى نصب في القضاء شخص آخر. قد سأل أحد أصدقائه في اختفائه: بماذا تجيب إذا سألك الله عن امتناعك مع تعيني عليك؟ قال: يفتح الله علي حينئذ بالجواب إن شاء الله. المحنة الثانية التي امتحن بها هي ابتلاؤه الكثير بكثرة الأمراض، أكثر من 40 سنة، وكان صابرا محتسبا، أصيب في الأعضاء الباطنية وكذا، بحبس البول، بالحصى والرعاف والسسقة والرمد وغير ذلك من الأمور، فكان قل أن يصح، لكنه لا ينقطع على التدريس إلا لأمر كبير تعجز أن تحمله قدمه. استمر يكبد الأمراض إلى أن مات عليه رحمة الله تعالى. الإمام السيوطي ترجم له ترجمة بديعة وأثنى عليه ثناء عطرا. أما عن وفاة الإمام فكانت توفي قرب العشاء ليلة الأحد 17 ذي الحجة سنة 72 و80 الهجرة، ودفن يوم الأحد، وصلى عليه خلق كثير وفجعوا به وشهدت جنازته، كانت جنازة مشهورة ورساه كثير من العلماء، وأشهر من رساه هو الحافظ السيوطي عليه رحمة الله تعالى، ونسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه في سيح جنته. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.